اليوم من وحي اليوم العالمي للمرأة، حبيت أطرح عليكم سؤال: شو بتحبوا تقولوا للمرأة بنهار عيدها؟ رح نشوف شو قلتوا لي اليوم لحتى نشوف أنتم شو رأيكم بالموضوع. رح أبدأ معكم. رائدة عم بتقول أنه عم تعيد كل النساء وبتعيدني، ميرسي كتير، شكرا لك يا رائدة. بتقول للمرأة باليوم العالمي للمرأة أنه آمني بنفسك وبقدراتك، وايضا عم بتقول انه وحده، لحظه حتى لكم، اوكي، حقوقك ما بتجي على طبق من فضه، الحقوق تنتزع انتزاع، حافظي على نفسك من المستغلين واصحاب النوايا الخبيثه اللي بيستغلوا طيبه قلبك وبيقضوا غرائزهم الجنسيه وبيرحلوا للبحث عن ضحايا جدد. انت روعه ولست عوره. شكرا يا رائده على كلامك، وكمان عم ترجع تبعت عم تقول انه حاسه انه في فمي كثير كلام ولكن فمي مليء بالماء، واشعر بالاختناق من النفاق الموجود بمختلف المؤسسات وبمختلف نواحي الحياه. بقى كمان مع انتشار ظاهره المحسوبيات بشكل كثير كبير من ايام زمن انعدام الصدق وانتشار الخيانه بدل الامانه، جرائم نصب واختلاس وضياع حقوق، بقى بجعل المخصصات والمعونات محصوره بايدي الواصلين، ظاهره فقر تزداد وبالمقابل ظاهره غنى فاحش بقبيله، وفي ظاهره النظر الى مظهر المراه الخارجي واعطاء فرص للعمل واقصاء نساء حاصلات على اعلى الدرجات بس لانهن غير جميلات. فقشور فقط أصبحت الحياة، وأصبحت أرضنا الطاهرة ملوثة، أصبحت أرض النفاق. بقى قال شو بدكم تحتفلوا بالثامن من أذار؟ يعني رائدة إن شاء الله يا رب نقدر نحول اليوم هالتشاؤم اللي عندك إلى تفاؤل، ودايما بنقول إنه واحد بالنهاية بده يبدأ من نفسه، مش بس يحب حاله ويأمن بحاله، إنما أيضا بده يحاول يشوف الأمور من منظار إيجابي، لأنه إذا بضل بفكر شو عم بيصير حواليه محسوبيات وكيف عم ينظر الرجال لإلها ولا المرأة كأنها سلعة أو كأنها عورة مش روعة، هذا الشيء أكيد بخلينا واقفين بمحلنا وما بنتقدم أبدا لقدام. بس شكرا كثير على كلامك اللي طالع من قلبك يا رائدة. ريتا عم بتقول كل عام وانت ومامي بألف خير، شكرا كثير، أنا بعيدك كمان وبعيد أكيد والدتي وكل الوالدات وكل السيدات شو ما كانت وجودا أكيد بهالمجتمع، وأكيد عم بتقول الله يخليني إياكم وما يحرمني منكم، أنتم أحلى شمعات منورين بحياتي وبحبكم كثير، شكرا كثير يا ريتا. سميرة عم بتقول إنه بيقولوا المرأة نصف المجتمع، أنا بقول هي المجتمع كله. وأجمل صباح وتحية كبيرة لكل نساء العالم. صابرينا اللي كانت معنا أكيد قبل على الهواء، كل عام وأنت بمليون خير وكل نساء العالم. بتقول للمرأة من دونك ما في حياة، وبتحب تعايد أمها وأخواتها وبتتمنى لهم كل السعادة. وجنى عم بتقول كل عام وأنا وجميع السيدات بألف خير يا رب، وأنت كمان يا جنى. وفهيمة عم بتقول المرأة عصب الحياة. بحر الحنان عم بتقول أنه عم بتعايد كل الحلوات بعالم الصباح، شكرا كثير لإلك. ووردي عم تقول شكرا لأنه معتبرة أكيد أنه كوننا عم نعايد الستات عم نعايد كل سيدة، وحبت بس تقول شكرا، وهذا الشيء كثير حلو لأنه لما واحد بيحس بالامتنان أنه سيدة أو حيالة شخص عم بيوجه لها تحية ومعايدة، فعلا هذا كثير حلو أنه يشعر بهالموضوع. وأيضا علي عم بيقول ينعاد علي وعلى كل السيدات بالخير، شكرا كثير لك. رح ننتقل هلا لحتى نكون مع الشيف حسين ورشة ملح، واكيد بنعرف انه السيدات بيكونوا بيطبخوا كثير طيب ببيوتهم، بس نحن كمان بعالم صباح بنحب نستعين بالرجال لانه بنعرف انه بكثير مطاعم الرجال هن اللي بيطبخوا لنا، بقى كمان نحن بنحب ناكل من اكلاتهم الطيبه. وبننتقل لعند شيف حسين. صباح الخير وتحيه طيبه لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشه تلفزيون المستقبل. كمان انا بدي اعيد كل السيدات وكل الستات بعيد يوم المرأة العالمي. طيب هلا نحن اليوم حاضرين ثلاث وصفات لليوم، في عنا قالب كيك السميد صار جاهز عنا بعد ما فوتناه على الفرن على درجة حرارة 180، وفي عندي كمان الباستا مع سمك السالمون الفريش، بعد في عنا كمان طبق راح نحضره موس السالمون المدخن. لكن مشاهدينا هيدي الصينية قدامنا لكيك السميد، ريحتها كتير طيبة كتير شهية وطعمتها رائعة. رح نبعتها. اوكي، لكن هذا بالنسبة لكيك السميد. نجي قدامنا نحن شو عم نحضر بالقلاية او
بالطوي قدامنا، في عندي من زيت الزيتون على النار مع سمك السالمون حمرناهم، حطينا رشة فلفل أسود صغيرة، حطينا بندورة كرزية، وهلأ رح نضيف كمان عصير البندورة. أوكي، ضفنا عصير البندورة أو بندورة مطحونة، منجيب رشة ملح صغيرة، كمان منحط رشة بهار أبيض صغيرة. أوكي، بتركهم يستووا مع بعض. بهالوقت أنا رح أحط زيت زيتون بطنجرة على النار، رح نبلش نحضر للباستا. أوكي، عندي زيت زيتون كمان بعد ما كنا نحن سلقنا باستا بردناها، حطينا لها زيت زيتون على وجهها لحتى ما تلزق، وهلا ضفنا هون زيت زيتون. نحن هون مشاهدينا فينا نحط من الزبده كمان، مش غلط اذا حطينا زبده بتعطينا نكهه كثير طيبه. اوكي، لكن زيت زيتون على النار، عندي كمان الباستا رح شيلها وضيفها فوق زيت الزيتون. بعد ما سلقناها، اوكي، رح نقلبها مع زيت الزيتون، رح احط فيني احط كمان، ليكو شو رح اعمل، رح احط كمان شومر، مش غلط اذا حطينا شوية شومر، نحط رشة فلفل اسود صغيرة، وبنحط كمان رشة ملح. هون نحن مشاهدينا فيني حط معها فليفلة ملونة، قلي الفليفلة الملونة افرمهم مربعات صغيرة، قليهم مع زيت الزيتون وضيف لهم الباستا. بس نحن هون ما خلصنا بعد، بدنا نضيف صلصة الحبق. اوكي، خلينا نشوف هون شو صار في عنا بين سمك السالمون، بندورة المطحونة والبندورة الكرزية. نحن هون مشاهدينا اكيد فيكم تحطوا كمان حار، الحار مش غلط اذا ضفناه معهم، كمان فينا نحط محل عصير البندورة، فينا نحط من الكريم فريش مع صلصة الحبق مش غلط، فينا نحط كمان كريم فريش مع اكليل الجبل كمان مش غلط، لكن عنا كتير من الوصفات فينا نقدمها ونحطها محل صلصة البندورة. فيني حط محل البندورة الكرزية حط فطر، كريم فريش، صلصة بيستو، ما بحب صلصة البيستو فيني حط كمان حبق أخضر، ما بحب الحبق الأخضر فيني حط من إكليل الجبل، أو فينا نحط كمان من الريحان مش غلط. طيب هلأ بجي لصلصة البيستو. اوكي، هيدي صلصة البيستو ضفناها، صلصة كتير شهية، حتى كمان بالباستا كمان اللي ما بيحبوا صلصة البيستو فين يحطوا كريم فريش مع فطر مش غلط، فينا نحط كمان بندورة، وفينا نحط بندورة كرزية، ونحط كمان بندورة مطحونة، ما عندي أي مشكلة، وفينا نحط كمان ريحان، أو فينا نحط أوريغانو، أو فينا نحط زعتر بري، كمان الزعتر البري بيعطي نكهة كتير طيبة. برجع بقول لكم في عنا العديد من الوصفات فينا نطبقها. أوكي، هون نحن خلطناها مع صلصة الحبق، لكن مشاهدينا رح تمرق قدامنا المقادير على الشاشة، مقادير كتير سهلة مثل ما شفتوا، طبق حضرناه كتير بسرعة. حتى السمك السالمون إذا بدكن فيكن جيبوا كمان فيليه سمك هامور وتحضروه بنفس الطريقة،
مش غلط، او فينا نجيب كمان من سمك اللؤز كمان ما عندنا اي مشكله، او حيلا نوع من انواع الاسماك محل سمك السالمون ما عندنا مشكله. هون نحن مشاهدين هلا تذكرت شغله، كمان سمك السالمون فينا نحط له حليب جوز الهند محل صلصه البندوره كمان بيعطينا نكهه كثير طيبه، وفينا نحط كمان شغله نضيف لها من اللوز المطحون مع حليب جوز الهند. طيب هلا هون خلينا نحضر، عندي بالخفاقة او عندي بالمكسر الكهربائي عندي زليل بيض مع شوي صغيرة من الحر، رح اخلطهم مع بعض. لكن عندي زليل بيض مع حر رشة صغيرة، انا دورت المكسر وهلا بضل في عندي السالمون مثل ما خبرتكم. السالمون رح افرمه ناعم، ما رح احط معهم كمان شوي من الشومر، وراح نحط جبنه مرهميه وارجع ضيفهم لزليل البيض، بس بعد ما يرفخ زليل البيض ويتماسك. اوكي هون اذا بدنا فيني انا اسكب اول طبق، فيني اسكب بهيدا الجاط وفيني اسكب كمان بالجاط الثاني. في عندي جاطين بقدر اسكب فيهم، بس خلينا نسال مايا باي جاط بدنا نسكب، هيدا ولا هيدا؟ كل ما اكبر كل ما احلى، لكن نسكب بهيدا. طيب هيدا الجاط رح نجيب نحن الباستا، اوكي لكن سكبنا الباستا، وشو رح نحط على الباستا؟ رح نحط سمك السالمون اللي عم بيستوي على النار. لكن مشيدنا نروح نحن وياكم بالاول مع بريك صغير وبنرجع بنحط السالمون فوق الباستا، بريك وبنرجع.